من البداية كده وعشان اجيب لكم من الاخر، لو انت داخل الفيديو ده عشان بتفكر تشتري موبايل فانت هتطلع من الفيديو ده مختار الموبايل المناسب ليك من غير ما يكون عندك اي ذرة شك في الاختيار ده. الفيديو ده هو فيديو الترشيحات المتكامل، واللي عايز اقولك بالمختصر انا مش هقولك كل الموبايلات الموجودة في السوق، لا انا هجيب لك احسن موبايلات بتقدم قيمة مقابل سعر في كل فئة سعرية. فالفيديو ده هيكون متقسم موبايلات اقتصادية، الموبايلات المتوسطة، والموبايلات الرائدة لو انت عايز تبيع وتصرف فلوس كتير. فالفيديو ده هو فيديو ترشيحات الشهر، فقبل الفيديو بتاعنا نزل تحت الفيديو اعمل لايك الفيديو ده، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس وشجعوني كده عشان انا بقالي حرفيا فتره طويله ما عملتش اي فيديوز، فرجع لكم كده سخن تاني نرجع كده نولع الدنيا. واقول فيها نبدا بيها اكيد هي الفئه الاقتصاديه. فالمباريات الاقتصاديه على راسهم دلوقتي في السوق موبايل انا شايفه موبايل مميز جدا، وهو الريدمي 9A من شركه شاومي. الموبايل ده سعره في الوقت الحالي بميعاد 3400 جنيه حوالي 100 دولار بما يقابل ال 100 دولار، وبيجي بالنسخه ال 32 جيجا وال 2 جيجا جيجابايت رام. الموبايل ده هيقدم لك تجربه متميزه في ايه بالظبط؟ اول حاجه الشاشه هنا من نوع اي بي اس ال سي دي بمقاس 6.5 انش وبدقه اتش دي بلس. ضيف على ده معالج الهيليو جي 25 واللي انا شايفه كويس جدا جدا في الفئه السعريه دي، هيقدم لك تجربه اداء كويسه. لو انت جيمر على خفيف كده وبتحب تفتح ببجي من وقت للتاني مش هيأثر معاك في تسقيط فريمات، لكن اللعبه هتشتغل بشكل كويس. عندك كاميرا 13 ميجا بكسل، وعندك هنا بطاريه 5000 ملي امبير. دي كل الحاجات اللي انت محتاجها. الموبايل بيقدم تجربه شبكه كويسه ومكالمات كويسه وصوت مسموع، سماعات طبيعي جدا تكون مش استيريو، سماعات مونو ولكن صوتها عالي ومنطقي بالنسبه للفئه السعريه بتاعت الموبايل. المميز في الفيديو ده ان انا هجيب لك لينكات شراء بالاسعار اللي انا بقولها، لينكات شراء موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو، وكمان هدي لك اكواد خصومات هيبقوا ظاهرين قدامك دلوقتي على الشاشه. لو انت عايز تشتري من نون مصر او لو انت عايز تشتري من نون من دوله من دول الخليج هتلاقي الكود بتاع الخليج ظاهر قدامك دلوقتي. فلو انت بتدور على الطريقه السريعه والمباشره واخترت الموبايل الحق سعره بالسعر اللي انا اقول لك عليه من الديسكريبشن تحت الفيديو هتلاقي اللينكات، ويلا نكمل الفيديو بتاعنا. طيب يا عم هواري، هل في موبايلات من شركات ثانيه في نفس الفئه السعريه؟ في موبايلات من سامسونج، في موبايلات من ريلمي، ولكن للاسف مش بيدوا لك نفس التجربه او نفس المواصفات اللي موجوده في الريدمي 9A. فعندك موبايل من سامسونج اسمه سامسونج جالاكسي A03 كور وبيقدم لك مواصفات اقل بكتير جدا، ولكن هو اختيار موجود لو انت بتدور على موبايل اقتصادي. ومن سامسونج انت عايز موبايل سامسونج فال03 كور هيقدم لك النقطه دي، برضه هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. ولو حبينا ان احنا نطور شويه، عجبنا الريدمي 9A ولكن احنا عايزين مواصفات اعلى، واللي شافه صفقه ممتازه جدا جدا في السعر ده هو الريدمي 10C. الموبايل ده بيجي بسعر حوالي 5700 جنيه في الوقت الحالي، ومن اللينكات اللي في الديسكريبشن الموبايل ده بيجي لك بسعر دولاري 180 دولار. الموبايل ده بيجي بالنسخه 128 جيجا و4 جيجا بايت رام. طيب ايه المواصفات والباكج اللي ادالك الموبايل بالسعر ده؟ عندك شاشه من نوع اي بي اس ال سي دي بمقاس 6.7 انش، عندك معالج محترم جدا موجود في موبايلات ب 10000 جنيه يعني ضعف السعر تقريبا، وهو الكواليكوم سناب دراجون 680. انا لو قدامي الموبايل بالمعالج ده بس كده انا اشتريت الموبايل، لان هو يعتبر صفقه محترمه جدا في الوقت الحالي. عندك بطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع نسبيا بالنسبه للفئه السعريه اللي هو 18 واط. هل في حاجه كمان بتميز الموبايل؟ ان الموبايل بيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، هي كاميرا محترمه وممتازه، ولو نزلت جوجل الكاميرا هتفرق معاك بشكل اكبر في الكواليتي بتاعت الصوره اللي طالعه والالوان، ولكن مش هي النقطة المميزة قوي يعني، المعالجة بتاعتها مش أفضل حاجة، فلازم تبقى عارف النقطة دي. طيب يا عم هواري، الكلام ده حلو وجميل، لا أنا عايز موبايل بقى يعني تحت ال 10000 جنيه يكون أحسن موبايل اقتصادي في الرينج ده كله. للأسف تحت ال 10000 جنيه بقى موبايل اقتصادي، ولكن الموبايلات سلعة مهمة جدا، لازم إن احنا من وقت للتاني نبقى عارفين مجريات أحداثها، لازم نبقى عارفين المجريات والتغييرات اللي بتحصل، عشان وانت رايح تشتري موبايل لا قدر الله يعني الموبايل هو اساس شغل ناس معينه. في ناس كده الموبايلات هي شغلها الشاغل، شغلك كله من على الموبايل، مكالمات هي اساس شغلك، فلازم تبقى متابع الدنيا دي. فلو جينا بصينا على موبايل اقتصادي محترم يعتمد عليه وحط 100 خط تحت يعتمد عليه ويكون موبايل اعتمادي بشكل كبير، فانا برشح موبايل واحد بس في الفئه السعريه دي يقدم لك بطاريه محترمه، يقدم لك شاشه ممتازه، يقدم لك مواصفات يعني لا يعلى عليها، ويقدم لك كمان كاميرات انا شايف ان هي ممتازه جدا بمعالجه استثنائيه.
الموبايل ده هو الريلمي 9i. ليه ما قلتش الريدمي نوت 12؟ ليه ما قلتش الريلمي سي 55؟ ليه ما قلتش الموبايلات الكتير والريلمي 10 والحاجات دي كلها؟ لان انا شايف الريلمي 9i بيجي بسعر محترم، وده لان الموبايل بيجي لك بسعر 7200 جنيه وبيجي لك بسعر دولاري بما يعادل 220 دولار. وهنا انا بتكلم عن النسخه ال 128 جيجا و6 جيجا بايت رام. لو انت عايز النسخه ال 128 جيجا و4 جيجا بايت رام هتلاقيها بسعر ارخص بشويه، حلو، يمكن تلاقي ارخص 1000 جنيه تقريبا. ولكن انا بالنسبه لي استثمر في النسخه دي لان دي النسخه الممتازه. الموبايل هنا بيجي لك بشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي بدقه فول اتش دي بلس، وبتدعم ريفرش ريت 90 هرتز. وهنا انا شايف ان الموبايل من حيث الشاشه بيقدم لك صفقه محترمه. عندك المعالج الممتاز بتاع الفئه المتوسطه او بتاع الفئه الاقتصاديه دلوقتي، وهي معالج الكوالكوم سنابدراجون 680، بيقدم تجربه ممتازه في الاستخدام اليومي، بيقدم تجربه يعني متواضعه نوعا ما او شغاله في جزئيه الالعاب لو انت عايز تلعب على الموبايل. وكمان الموبايل بيجي لك بتجربه سماعات ستيريو، فدي نقطه مش موجوده في معظم الموبايلات نفس السعريه. عندك الريلمي 10 مش بيجي بسماعات ستيريو، معظم موبايلات سامسونج اللي في السعر ده ما بيجيش بسماعات ستيريو. عندك طبعا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، واللي عايز اقول لكم ان هي بتقدم تجربه ممتازه جدا بسبب المعالجه. ريلمي شاطره جدا في معالجه الالوان بالكاميرات بتاعتها، خصوصا في الفئات الاقتصاديه والمتوسطه. فالموبايل هنا قدم لك تجربه كاميرات افضل من كاميرات 108 ميجا بكسل موجوده في نفس الفئه السعريه، وفي رينج ال 10000 جنيه و 12000 جنيه. فالموبايل هنا هيقدم لك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بشكل محترم جدا، كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل لا يعلى عليها في التصوير بالكاميرا الاماميه وبالسيلفي، والموبايل قدم لي تجربه جامده جدا طول فتره استخدامي ليه. الكلام ده غير البطاريه 5000 ملي امبير والشاحن السريع 33 واط اللي موجود في علبه الموبايل مع الجراب طبعا. فاجمالا انا شايف ان دي توليفه محترمه جدا، وشايف ان السعر ممتاز. ولو انت كمان استخدمت اكواد الخصومات اللي انا قلت لك عليها هتلاقيها في الديسكربشن مع اللينك بتاع الموبايل، هتاخد شحن مجاني وخصم شغال وهتدعم. الفئه المتوسطه بقى هي فئه بتكون في رينج سعر 500 دولار تقريبا. للاسف دلوقتي في السوق المصري بالذات 500 دولار دول هتلاقيهم في رينج سعر 16000 17000 18000 جنيه، والفئه المتوسطه بتبدا معاك من اول 12000 جنيه لحد 20000 جنيه. كل دي موبايلات متوسطه، ولكن اللي نقول عليه موبايل متوسط فعلا هو موبايل بيدي لك لمحات كده ولمسات من الفلاكشيب، تحس ان انت ماسك فلاكشيب مع بعض التضحيات. يعني ديزاين كويس، كاميرات محترمه، تجربه سماعات ستيريو موتور فايبريشن كويس، شاشه ممتازه، والتضحيه بتكون في جزئيه المعالج والهاردوير بتاع الكاميرات. فما تقدرش تشتري موبايل مثلا زي الاوبو رينو 8 تي مثلا، موبايل بيجي بمعالج اقتصادي جدا من فئه الهيليو جي، يعني موبايل كاميرته متواضعه بشكل مش طبيعي، ولكن هو بسعر 12 و 13000 جنيه، فتاخد بالك من الجزئيه دي. هنا بقى انا شايف ان في موبايلين هما اللي بيدوا الزبب بتاعه المواصفات بتاعه الفئه السعريه دي. اول موبايل هو السامسونج جالاكسي اي 54. الفيديو بتاع الموبايل ده كان اول فيديو مراجعه في الوطن العربي، والموبايل فعلا قدم تجربه استثنائيه. بعيدا عن التصميم والخامات اللي من بعيد كده وانت ماسك الموبايل، لو حد شاف الموبايل هيفتكر ان انت ماسك الاس 23 او الاس 23 بلس. الموبايل شكله شياكه بشكل مش طبيعي. تاني حاجه الموبايل بيجي بمواصفات افضل بشكل ملحوظ وتطوير كويس جدا على الاي 52 اس وعلى الاي 53. عندك شاشه ممتازه تعتبر هي الافضل في السعر بتاعها، سوبر اموليد 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس، كل اللي انت محتاجه موجود في شاشه واحده بسطوع محترم. فالاي 54 هو من افضل الموبايلات اللي انت ممكن تتفرج عليها على محتوى حواف تخينه سنه، ولكن هي سيمتريه ومش شايف ان هي نقطه ضعف في الموبايل. عندك معالج الاكسينوس ال 1380 اللي بيجي بدقه تصنيع 5 نانومتر، هو مش الاقوى في السعر ده ولكن هو من افضل المعالجات، وسامسونج قادره ان هي تهندل السوفت وير بتاعها، المعالج بتاعها والسوفت وير بتاعها، فهتلاقي تناغم غير طبيعي، وده يفرق معاك بشكل كبير جدا بعيدا عن تجربه الجيمنج اللي ما كانتش افضل حاجه، وشايف الاي 53 والاي 52 اس كانوا احسن فيها. ولكن انا هنا بتكلم على جزئيه التصوير والكاميرات اللي فعلا بيقدموا تجربه استثنائيه في الجزئيه دي. انت عندك اسطول كاميرات، انا هركز على الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل اللي بتقدر تصور معاك 4K 30 و60 فريم واللي بتقدم تثبيت او اي اس، وعندك الكاميرا الاماميه ال 32 ميجا بكسل اللي لا تقل قوه عن الكاميرا الخلفيه برضو بتصور 4K 30 فريم في الثانيه مع تثبيت اي اي اس. فالموبايل بيدي لك اسطول كاميرات وصف كاميرات محترم جدا، ده بالاضافه لبطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع 25 واط، ولكن للاسف العلبه بتاعت الموبايل ما فيهاش غير الموبايل والكابل، فاي حاجه تانية انت هتحتاج تشتريها فاعمل حسابك على الموضوع ده. ده غير التطوير اللي حصل على السماعات الاستيريو، والتطوير اللي حصل برضو على جزئيه زي جزئيه موتور الفايبريشن اللينير اللي موجود في الموبايل الافضل بكتير جدا من الاجيال السابقه. فصفقه ممتازه من سامسونج اعتماديه، ودي وجهه نظري. لو انت بقى فارق معاك قوي قوي موضوع الكاميرات
وممكن تضحي بحاجة زي ان انت تسمع صوت ستيريو اللي تبقى السماعة مونو بس واخد اقوى كاميرات موجودة لحد 20,000 جنيه. فانا برشح لك موبايل هو الاقوى في الجزئية دي، هو الفيفو V27. وهنا انا بكلمك على اقوى نسخة من الموبايل اللي هي 256 جيجا و 8 جيجا بايت رام. سعرها متفاوت نوعا ما، هتلاقيها من رينج من 16,000 ل 17,000 جنيه. السعر ده تقريبا مقارب له 500 دولار، ولكن الموبايل بيقدم لك ايه زيادة عن السامسونج A54؟ بقى بيقدم لك زيادة معالج اقوى بشكل ملحوظ جدا، وهو الدايمينستي 7200 الى 4 نانومتر، معالج جبار بشكل مش طبيعي، بيقدم تجربة قوية جدا جدا مع الموبايل ده. تصميم بالنسبة لي اشيك، خامات ارقى، ويعني كاميرات حلاوة حلاوة. انت عندك الكاميرا الخلفية الاساسية 50 ميجا بكسل OIS مع الكاميرا الامامية اللي هي اقوى وافضل من الكاميرا الخلفية لموبايلات كتير في نفس الرينج السعر، يعني هي افضل من الكاميرا الخلفية مثلا بتاعت موبايل زي الـ A53 وزي الاوبو رينو 8T والموبايلات الموجودة في رينج سعر 14-13 ألف جنيه. انت عندك كاميرا امامية 50 ميجا بكسل مع تثبيت EIS وبتصور معاك 4K 30 و60 فريم في الثانية، ويعتمد عليهم بشكل مش طبيعي مع اوتو فوكس. انت واخد الصف كاميرا امامي يعتبر كاميرا خلفيه قائمه بذاتها. ده بالاضافه للبطاريه بسعه 4500 ملي امبير مع شحن سريع 66 واط، وكل حاجه موجوده في العلبه. بقى انسى بقى سامسونج وابل والعك اللي احنا بنشوفه، الشحن السريع موجود في العلبه 66 واط، الجراب موجود في علبه الموبايل، كل حاجه موجوده في علبه الموبايل انت محتاجها. العلبه بتيجي بالشكل اللي احنا متعودين عليه، فانا شايف ان هو صفقه ممتازه جدا في الفئه السعريه بتاعته، وخصوصا ان الاي 54 احنا كنا بنتكلم على النسخه الاصغر في المساحه والاصغر في الرام، وفي نفس الوقت انت لسه هتدفع في رينج ال 1000 جنيه عشان تجيب جراب وعشان تجيب الشاحن بتاع الموبايل. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، وافكركم ان روابط الشراء المباشره كلها موجوده في الديسكريبشن مع اكواد الخصومات اللي انا قلت لكم عليها عشان تاخدوا شحن مجاني وتاخدوا خصم وكمان تدعموني. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات تبقوا في الكومنت تحت الفيديو ده، قولوا لي رايكم في الترشيحات ورايكم في الموبايلات اللي انا اتكلمت عليها لو انتم مجربينها، برضو تدوا ريفيو وتساعدوا المستخدمين اللي حابين يشتروا الموبايلات دي، تقول لهم رايكم في كل الموبايلات اللي قلناها، ولو عندك ترشيح تاني اكتبه في الكومنتس. وهي بس كده، دي كانت كل حاجه، بس مش هتنفع اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم في فيديو عظيم جاي. مع السلامه.